مباراة هنتكلم فنيا عنها كتير جدا جدا جدا، لكن خلينا قبل ما نتكلم فنيا تعالوا نروح لزميلنا محمد توفيق مراسل قناة الأهلي، نطمن منه على آخر الأجواء قبل المباراة ونرجع نكمل مع حضراتكم تاني. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يتجدد اللقاء وجوله جديده من جولات الاستوديو التحليلي ومباراه الاهلي وميديام الغاني في اولى جولات دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا 2023 2024. مباراه بالطبع مهمه جدا، خاصه انها بتاتي في بدايه دور المجموعات وبعد فتره توقف يمكن غياب عديد من عناصر النادي الاهلي للمشاركات الدوليه في المنتخبات المختلفه، وكمان جاء بعد فتره اجازه. يمكن الفريق استعد بشكل اكثر من رائع لهذه المباراه منذ الاحد الماضي بتدريبات شبه يوميه على مدار ايام الاحد والاثنين. يوم الثلاثاء كان في مباراه وديه جمعت ما بين لاعبي الفريق مطعمه ببعض عناصر الناشئين. يمكن مستر مارسيل كولر منح الفريق كله اجازه يوم الاربعاء الماضي، ومن بعدها على طول واصل الفريق تدريباته مره اخرى يوم الخميس في ظل حضور جميع الدوليين سواء منتخب مصر او المنتخبات الافريقيه المختلفه. يمكن كان تدريب قوي جدا يا كابتن ايمن يوم الخميس الماضي، سبقه بالطبع محاضره فنيه قويه جدا من الجهاز الفني كان فيها عن اهم نقاط القوه والضعف لفريق ميديام الغاني منافس الاهلي في مباراه اليوم باذن الله رب العالمين. ومن بعدها على طول كمان كان في تدريب قوي جدا اختتم به الفريق تدريباته امس الجمعه على استاد مختار التتش بالجزيره. بالطبع كان في البدايه يعني في ربع ساعه في بدايه المران مفتوحه لكل وسائل الاعلام، ومن بعدها على طول الجهاز الفني يعني زي ما بنقول اتكلم في كل ما يخص خطه المباراه اليوم، واتكلم مع اللاعبين على كل نقاط القوه والضعف للفريق الغاني وكمان خطه المباراه ان شاء الله لينوي تطبيقها في مباراه اليوم. يمكن كان تصريحات اكثر من مهمه لمستر مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي قبل المران الاخير بالامس، اتكلم فيه عن اهميه المباراه واهميه مواجهه فريق ميديام الغاني باسلوب هجومي وفرض اسلوب النادي الاهلي خاصه انها على ارضه وسط جماهيره. وكمان يمكن رامي ربيعه كابتن الفريق اتكلم عن اهميه المباراه وان الفريق ما فيش استهانه بالخصم ولكن في تركيز تام في المباراة، تركيز تام لحظ أول ثلاث نقاط وإن شاء الله تسهيل المهمة فيما هو قادم من مواعيد بإذن الله في دور المجموعات. من بعدها على طول كابتن أيمن الفريق يعني مستر مارسيل كولر اختار قائمة المباراة اللي دخلت معسكر مغلق في فندق الإقامة اللي موجودين فيه مع حضرتك دلوقتي. الفريق يمكن بدأ يوم النهاردة مبكرا في تمام 11 صباحا كانت وجبة الإفطار الساعة 12 ونص بقى على طول زي ما تعودنا مع مستر مارسيل كولر كانت فقرة التدريب الخفيف في الفندق، والساعة 2 كان في وجبة غداء خفيفة كده لمن يرغب من اللاعبين في تناول الطعام، وكان الغداء في تمام 5 مساء. من بعدها على طول المحاضرة كانت في تمام 6:15 لحظات بإذن الله رب العالمين ونتحرك نحو استاد السلام بإذن الله. معانا دعوات كل جماهير النادي الأهلي بتحقيق ضربة بداية قوية وبإذن الله حصد أول ثلاث نقاط في دور المجموعات إن شاء الله يسهلوا مهمة الفريق وبإذن الله الفريق يحافظ على لقبه العام الثاني التوالي وبإذن الله يسعى لمزيد من النجوم تعتري قميص فريق النادي الاهلي. يبقى دايما النادي الاهلي في المقدمه ويبقى دايما رقم واحد. كمل كابتن ايمن اتفضل.